النهارده معايا عالم من علماء مصر، من علماء وزاره الزراعه، دكتور وليد ابو بطه. برحب بحضرتك يا دكتور وليد. انا في البدايه لو جيت اتكلم على الموالح في مصر، احنا عندنا ميزه نسبيه، ايه سبب نجاحنا؟ اول ميزه نسبيه عندنا في مصر الجو، الجو المصري اكتر جو في العالم منائب للموالح، تمام؟ فبالتالي الموالح بتاعتنا لها فليفر ولها نكهه ما بتتوفرش في اي موالح موجوده في العالم تانية، بالاضافه للون بتاعها. لون الموالح بتاعتنا بيبقى واخد اللون البرتقالي او اللون الاصفر المميز للثمره بشكل بارز عن بقيه الموالح اللي موجوده في العالم. فدي اكبر ميزه نسبيه ربنا مدهنا، ان الجو المصري مناسب تماما لزراعه الموالح. طيب التغيرات المناخيه هتبقى في صالحنا؟ التغيرات المناخيه يعني في صالحنا، لان التغيرات المناخيه مثلا هتخلينا نتميز، مثلا الحراره العاليه دي هتخلينا نقدر ننتج جريب فروت في جنوب مصر، في الصعيد، في جنوب محافظه الصعيد وفي توشكا مثلا، بجوده اعلى، لان الجريب فروت من الحاجات اللي بتحتاج حراره عاليه. فبالتالي انا عندي التغيرات المناخيه هقدر يعني استفيد منها، ان انا ازرع جنوب مصر، ازرع منه اصناف جديده او اتوسع في زراعه الجريب فروت، هو نبات تصنيعي، فبالتالي انا اتوسع في زراعه الليمون بانواعه، هتمشي معايا في مع ارتفاع درجات الحراره، تحمل ارتفاع درجات الحراره وكده. فدي ميزه انا استغل بيها التغير المناخي، اللي هي من خلال بنعمل ايه؟ بنعمل خريطه صنفيه، بنغير الخريطه الصنفيه للموالح في مصر تبعا لظروف التغير المناخي، استفيد منها، ما يبقاش التغير المناخي نقمه، يبقى نعمه عندنا. ندره المياه مشكله بتواجه القطاع الزراعي، فابتدينا النهارده نشوف توجه الدوله في استخدام انواع مختلفه من المياه، حتى المصطلح ده جديد ما كناش بنتكلم عنه قبل كده. تمام. معالج المياه المغناطيسي لشركه دلتا ووتر، حضرتك ليك ابحاث علميه في هذا المجال. الحمد لله. وناقشته كتير جدا مع عدد من العلماء. لو النهارده حبيت اشرحه بعد خبره السنين دي للمشاهد العادي او للفلاح المصري، حضرتك ممكن تقول ايه في هذا الملف؟ قطاع زراعي كبير، عندنا خطه طموحه لزراعه 1.5 مليون فدان، فبالتالي احنا محتاجين كل نقطه ميه اقدر استعملها. كل نقطه ميه مش ميه عذبه وبس يا جماعه، مش ميه النيل فقط، انا بتكلم في كل نقطه ميه متاحه. يعني انا عندي ميه متاثره بالملوحه مثلا لحد 3000 جزء في المليون، لحد 4000 جزء في المليون، لازم استغلها واستفيد بيها. هي دي دي القصد من كلمه ايه، كل نقطه ميه استفيد بيها، ازرع في الزراعه، يعني احنا قطاع زراعي والبلد الزراعيه عايزين نزرع 1.5 مليون فدان بالاضافه اللي موجود، فده معناه ان احنا نستخدم كل نقطه ميه. خلال الاجهزه اللي هي زي جهاز دلتا ووتر معالجه الملوحه، هيرسل لي ان انا استخدم الميه المتاثره بالملوحه. يعني احنا بنقول الموالح، كعلماء موالح بنقول الموالح بتحمل لحد 1800 جزء في المليون، 2000 جزء في المليون. هو عن المثال بتاع الموالح 1200 جزء بس، انا بتحمل معايا 1800 2000. طب انا لو عندي انا مزرعه موالح والبير بتاعي بدات مستوى الملوحه فيه ترتفع نتيجه السحب، واحنا عندنا الابار، معظم الابار عندنا في مصر مش متجدده، فبالتالي انا هعمل ايه؟ المزرعه بتاعتي بقى لها 15 سنه ولا 20 سنه، مش هستغنى عنها وازيل المزرعه واخسر الاستثمارات اللي انا دفعتها على مر السنين. فاحنا بالتالي بنلجا لتقنيه زي تقنيه مثلا معالجه الملوحه بتاع دلتا ووتر، بتقلل، هتعمل لي ايه؟ هتقلل لي مستوى الملوحه اللي موجوده في الميه للمستوى اللي الموالح بتتحمله، يبقى انا حافظت على المزرعه بتاعتي وحافظت على انتاجيه الثمار بتاعتي. وبالعكس انا ممكن من خلال المعالجه المغناطيسيه هبدا اقلل كميه الاسمده. الناس هتقول ازاي دكتور هقلل كميه الاسمده؟ احنا بنقول ان معالجه الملوحه بتفكك الاملاح، انا مش كل الاملاح اللي موجوده في التربه ضاره او في الميه، ما انا عندي ممكن يبقى فيه كالسيوم، عندي ممكن يبقى فيه كربونات كالسيوم، الكالسيوم عنصر النبات بيحتاجه، ممكن يكون فيه عندي من الاسمده اللي انا بضيفها نتيجه الملوحه بقت فيه معقدات للعناصر الغذائيه، عناصر زي موجوده في صوره معقده النبات مش قادر يمتصها. مع استخدام المعالجه المغناطيسيه انا اقدر من خلال تفكيك الاملاح اللي موجوده في التربه وفي الميه، النبات هيلاقي فيها عناصر غذائيه هيستفيد بيها. يبقى انا في الحاله دي مثلا لو عندي مغنيسيوم، عندي كالسيوم، عندي زنك، عندي اي عنصر من العناصر اللي النبات محتاجها وهي كانت مرتبطه قبل المعالجه المغناطيسيه، بعد المعالجه المغناطيسيه حره، وبالتالي النبات هيقدر يستفيد منها. من هنا اقدر اقلل كميه التسميد، وطبعا احنا عارفين دلوقتي تكلفه التسميد قد ايه بالنسبه للانتاج، تكلفه عاليه. فانا لو قللت التسميد هقول، مش هقول بنسبه كبيره، هقول لو من 15 ل 20%، انا ده يبقى عندي مردود اقتصادي عالي، لان انا كده قللت تكاليفي، وفي نفس الوقت دي لها مردود بيئي تاني. هو ايه؟ ان انا هحافظ على البيئه، هقلل استهلاك الاسمده اللي هضيفها للايه؟
للتربه للانتاج المحصول اللي محتاجه، لان الموالح لها كميات محدده من الاسمده، عايزين مثلا من النيتروجين. انا عندي اي محصول ليه مقنن غذائي اللي هو طبعا. الاسمده أكيد. فانا النهارده بيسر له امتصاص هذه الاسمده او العناصر بحيث ان انا يوصل له الغذاء بتاعه بالظبط. هو دي هي دي هي دي, دي الفكره، ان احنا قللنا لما من خلال انا كده مش قللت، انا كده منعت الهدر. يعني انا كنت بضيف عناصر النبات ما بيستفدش بيها بالظبط، ولكن هو ليه احتياجات ومقنن سمادي لازم ياخده. وفي نقطه عايزين نحب نلفت النظر ليه، ان انا لما يبقى عندي فيه ملوحه في التربه او في المزرعه انا بضطر ازود معدلات تسميد بحوالي 25%. ايوه، عشان النبات فيه جزء بيقولنا بيتمسك بيبقى معقدات النبات ما يستفيدش منه، فلازم ازود له المقرر بتاعه. لو انا عايز مثلا 120 وحده ازوت، لا انا عندي في الملوحه حد 150 وحده ازوت بكام بمبلغ كبير. لكن لما اعالج الملوحه يبقى انا قللت الـ مش هضيف ال 150 مش هضيف 150 وحده، ده انا بالعكس ممكن اضيف 100 او 110 وحده، لان انا هقدر استفيد من الوحدات اللي هي كانت معقده موجوده في صوره معقدات في التربه نتيجه الاملاح، لان الاملاح بتمسك الايه العناصر الغذائيه. فبالتالي دي يعني ده مردود اقتصادي الناس ما بتبصلوش، الناس بتبص لحاجات. لا يا جماعه لازم نبص للتكنولوجيا الجديده اللي داخله عندنا، ابص لها من كل الجوانب. انا هستفيد منها اقتصاديا، هستفيد منها بيئيا، هستفيد هقلل الهدر زي ما حضرتك قلت بتاع الاسمده اللي انا بضيفها والنبات ما يستفيدش بيها. صح صح. دكتور وليد ابو بطه، احنا في هذه المرحله عايزين نستفيد من كل جزء في الاراضي. مستقبل زراعه البساتين في الاراضي الجديده، هل هي تصلح؟ وايه هي مقومات نجاح زراعه البساتين في الاراضي الجديده؟ اهم حاجه دلوقتي زي ما احنا قلنا سابقا، انا ازرع ما يتناسب مع الظروف المناخيه الجديده. انا دلوقتي عندي ظروف مناخيه مختلفه، بدا عندنا مثلا احنا لو نتكلم عن الموالح هنبدا نبص نلاقي ان الخريطه ابو سره هيبدا يطلع في الشمال شويه، من بني سويف هنبدا نبص على البرتقال البلدي والبرتقال السكري. تمام، دي الخريطه الصنفيه. انا لو هنتكلم عن محاصيل ثانيه برضه هنبص نلاقي في اصناف بتختلف، اصناف الخوخ اصناف العنب هيختلف التركيب المحصولي. فبالتالي انا لما احنا مستقبلنا عندنا ميزه نسبيه في المحاصيل البستانيه، والحمد لله احنا محققين المركز الاول في تصدير البرتقال لثالث سنه على مستوى العالم، وبنصدر جزء من العنب، بنصدر زيتون، بنصدر محاصيل بستانيه كتيره. فبالتالي انا اشوف المحاصيل البستانيه اللي انا عندي ميزه نسبيه فيها هي دي اللي هيبقى فيها التوسع في الاراضي الجديده، ده بالاضافه للمشروع القومي اللي شغال مثلا في توشكا زراعه القمح وزراعه النخل، اكبر مزرعه في العالم 2.5 مليون نخله هتبقى في توشكا ان شاء الله. فدي دي النخل برضو من المحاصيل البستانيه اللي ممكن تبقى جيده في في الاراضي الجديده، وخصوصا لو لجأنا للاصناف التصديريه. مصر اكبر منتج للتمور على مستوى العالم، لكن للاسف احنا بنحتل المركز السادس او السابع في تصدير التمور على مستوى العالم. فاحنا عايزين نرتقي بمستوانا التصدير، مركزنا التصديري لما يتناسب مع مستوانا الانتاجي. يعني انا ما بقاش اكبر منتج في العالم وابص الاقي دوله مش في العشر الكبار بتاع الانتاج وهي اول دوله بتصدر تمور. فاحنا ده اتجاه يعني مستقبل برضو للاخوه المزارعين، لما نيجي نزرع ما ازرعش بالموضه، انا اشوف اقتصاديات النبات اللي انا هزرعه ايه، فبالتالي ومستقبله ايه، ايه اللي البلد محتاجاه. ما ازرعش صنف البلد مش محتاجاه، ازرع صنف يعني تصديري مثلا، ازرع صنف عليه اقبال. يعني احنا في الموالح دلوقتي مثلا بدانا ندخل اصناف جديده من اليوسفي ومن البرتقان اللي هي سهله التقشير، اصناف سهله او اصناف عصريه من البرتقان او اصناف اليوسفي سهله التقشير. ليه؟ لان هي دي المطلوبه في السوق الخارجي. انا عندي السوق المحلي مشبع بالانتاج المطلوب، سواء برتقان بسره او برتقان صيفي او برتقان سكري او برتقان بلدي او انواع اليوسفي بانواعها المختلفه. فانا لما اجي ازرع للتصدير ازرع اصناف الايه المطلوبه للتصدير، اصناف سهل التقشير، اصناف عصريه. اذا احنا عندنا مقومات كبيره جدا للنجاح، وقدرنا النهارده نتحكم في كل مستلزمات الانتاج. مشكله التغلب على ارتفاع نسبه الملوحه في المياه والتربه بقى ليها حل علمي النهارده بتقدمه شركه دلتا ووتر. احصافات بتخلي الارض صفر.